الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تفسير لسورة العصر، وهي سورة عظيمة جدا، يقرأها كثير من الناس إذا كانت له حاجة وهو مشغول لقصر آياتها ولا يتدبر في معانيها. والإنسان إذا قرأ هذه الصورة وعرف معانيها وعمل بها فإنه سيكون إن شاء الله من الفائزين. واشتملت هذه الصورة على مقاصد الدين وكذلك على منهج الناس في هذه الحياة. ولذلك قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه الصورة لكفته. الصورة بدأت بالقسم، ربنا أقسم بالعصر، والعصر على معنيين: أنه هو الوقت المعروف من الظهر، وبعضهم يقول العصر هو الدهر أو الزمن. والدهر أو الزمن أو الوقت بين الظهر والمغرب ووقت مخلوق، فكيف يقسم الله سبحانه وتعالى بالمخلوق؟ العلماء قالوا إن الله عز وجل يقسم بالأمور العظيمة تنبيها لأحكام تأتي بعدها، وثانيا حتى يعلم العباد أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، ولله أن يقسم بما شاء من عباده، ويكون في ذلك رفعة لهم. وأما المخلوق فإنه لا يحلف إلا بالله، ما بيجوز له وشرك أن يقول وحات أبوي أو وحات أولادي أو ما شابه ذلك، أو أن يحلف بأحد الأولياء يقول لك وحات أبونا الشيخ الذي يكشف ما في الصدور، هذا الأمر وقع أو هذا الأمر لم يقع، وهذا من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وكفارته يعني زول اللي بيقع في الموضوع ده أن يقول لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث البخاري: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن حلف باللات أو العزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا كله تعظيما لله عز وجل، وأنه لا يدانيه ولا يساويه أحد. طيب، ربنا لما يقسم معناه في أمر مهم جاي في بقية الكلام. ربنا قال إن الإنسان لفي خسر. العلماء قالوا إن الإنسان يعني الناس كلهم خسران، أي بني آدم خسران، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات إلى آخر الآية. فالإنسان بطبعه ظلوم جهول، والجهل والظلم يقودان إلى هلاك الإنسان لنفسه ولغيره، ولا يصلح الإنسان إلا بما بينه الله في هذه الصورة. عشان كده ربنا قال إن الإنسان لفي خسر، في خسارة وفي ضياع وفي ضلال. ثم بيّن الله عز وجل أن هناك من الناس خرجوا من هذا الحكم وهو الخسارة. ربنا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والذين آمنوا يشمل أركان الإيمان الستة من الإيمان بالله، والملائكة والكتب السماوية
والإيمان بالقضاء والقدر باليوم الآخر والإيمان بالرسل. هذا من الإيمان. وأعظم ركن في هذه الأركان هو الإيمان بالله، وكما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: والإيمان بالله يشتمل أمورا، الأمر الأول الإيمان بوجود الله، إن الله موجود، وهذا لم يخالف فيه كثير أو أغلب البشر، وإنما خالف فيه قلة من الناس، وإن كان هم كثر إلا أنهم بالمقارنة بمن ضل في باب العبادة هم أقل. الناس اللي ما بيأمنوا بالإله وديل يمكن تلقاهم زي الشيوعيين وغيرهم، والحمد لله ديل انطفوا، بيقول لك إنه لا يؤمن بالإله ولا يؤمن إلا بالموجودات، هؤلاء الحمد لله انطفوا لكن هم باقون. وعلى الإنسان أن يتعلم من دين الله عز وجل ما يكون له حصنا من هذه الأفكار، لقول حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير. الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ آخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، وهكذا. حذيفة رضي الله عنه قال: أنا كنت بسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر، والسؤال عن الشر ده دين يا أخوان. وما يكفي أن تعرف التوحيد من أن الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة، حتى تؤمن مع ذلك بأن من عبد من دون الله فإن عبادته باطلة، وأن من عبده على غير ملة الإسلام. الدليل شنو؟ حديث في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله. وده في ورد على شبهة، بيقول لك يا أخي الناس كلهم بيقولوا لا إله إلا الله، أنت بتكلمنا ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هذه الشبهة، قال: من قال لا إله إلا الله ما وقف هنا، قال: مع إنه فيها أن تؤمن بالله وأن تكفر بعبادة غير الله، لا، لكن تأكيدا قال: وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. ودي الجملة دي جملة شرطية، مع القول تقول لا إله إلا الله لا بد أن تكفر بالآلهة التي عبدت مع الله. طيب ما معنى نكفر بالآلهة؟ معناه شنو؟ أيوة، تنبذ، ده من الكفران بها. أيوة، تعتقد بطلان عبادة غير الله. إذا اعتقدت بطلان عبادة غير الله بتجي النتيجة اللي قالها عمنا حكيم جزاه الله خير: أن تنبذ هذه الآلهة. عشان كده هود عليه السلام لما قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالإيمان بالله أول حاجة تعتقد أن الله عز وجل موجود. طيب في أدلة على الكلام ده؟ في أدلة على وجود الله؟ أيوة، اسمك منو؟ جيلي. المخلوقات، لكن تاني ضيف لها كلام، كلامك ما فيه كلمة، لكن ضيف له كلمة، إنه نحن بنناقش الزول اللي ما بيؤمن بإنه ما في الكون ده، ما عنده إله، جا برا وكده، بنقول له: والمخلوقات دي جات برا؟ ما جات برا، أسي السباتة دي تفرشت برا؟ لو في زول قال السباتة تفرشت برا، طوالي بيركبوا معانا ونمشي نسجل له في التجان الماحي، ورفع عنه القلم. ليه؟ لأنه ده مجنون. عشان كده ربنا ناقش هذه الشبه في صورة الطور، فقال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء، ربنا يجادل المشركين والجاحدين لوجوده، أم خلقوا من غير شيء، يعني جو ساكت كذا ما في خالق خلقهم، أم هم الخالقون اللي هم خلقوا نفسهم، أم خلقوا السماوات والأرض، ولا زول اللي بيزعم إنه جاء من العدم خلق الأكبر منه.
ده كله باطل وضلال. ولذلك أول حاجة أن تؤمن بوجود الله. إذا منت بوجود الله هذا شرط مهم في صحة إيمانك وإسلامك، ولكن ليس بكاف حتى تضم إلى ذلك الإيمان بربوبية الله عز وجل. طيب زولي ورينا ما معنى ربوبية الله، معناه شنو؟ الخالق والرازق والمدبر، يعني معناه شنو ببساطة كده؟ أنا داير أفهم بعبارة بسيطة. توحيد الله بأفعاله. كويس، داير لي عبارة بسيطة. إنه أي حركة أو تصرف في الكون تحق الله سبحانه وتعالى، ما في ولي يملك مع الله شيء. النوع الثالث وهو الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كأن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الحي القيوم السميع البصير إلى غير ذلك من الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة، وتؤمن بصفات الله زي صفة الاستواء، أن ربنا في السماء. في دليل أن الله في السماء؟ أندار الشباب الصغار. قل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. دي أخوانا من أقوى الأدلة كما قال ابن جرير الطبري على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وفي السماء معناها في العلو، في السماء معناها في العلو. الرحمن على العرش استوى. طيب من السنة، من الحديث، حديث الجارية، حديث الجارية ده منو؟ الجارية دي منو؟ القصة شنو ذاتها؟ بالغنم صكا، معناه شنو؟ ضربها على وجهها. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن أمور كثيرة، ثم ذكر له أن له جارية طرع قبل أحد، جبل أحد، وجاء المرفعين خطف غنماية، فقال ولكني صككتها، يعني شنو؟ ضربت على وجهها وديتها كف. النبي صلى الله عليه وسلم عظم ذلك عليه، معناه شنو؟ يعني خلى هذا الفعل منه عظيما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أعتقها؟ فقال نعم أو بلى. فجاء بهذه الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم فسألها سؤالين، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث ده رواه الإمام مسلم، ورواه كذلك الموطأ في كتاب العتق، في كتاب العتق. وممن اعتمد هذا الحديث الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، وكذلك اعتمد هذا الحديث الإمام ابن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد، شرح موطأ مالك وذكر هذه العقيدة. من الأدلة تاني شنو؟ أدلة واضحة. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. قصة الحديث ده إنه يا أخوانا واحد من الخوارج اللي هم ناس داعش والتكفيرين، النبي صلى الله عليه وسلم جاته غنائم في غزوة حنين، فقام قسمها. في ناس خشوا الإسلام يا دوب، الرسول صلى الله عليه وسلم أدام قروش كثيرة عشان يثبتوا، لأنه ربنا قال في الزكاة من الناس اللي بدون منه المؤلفة قلوبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أداه عشان يثبتوا على الإسلام. وفي ناس النبي صلى الله عليه وسلم ما أداهم لأنهم مؤمنين، لو أدوهم وما أدوهم ثابتين على الدين، ودي درجة المؤمن الأكمل. فواحد اسمه حرقوس بن زهير بيقول له شنو؟ ذو الخويصرة التميمي، ده رجل من الخوارج. والآن يعني المجرمين لو دارين يعني
يشبهوا على الناس ويكذبوا عليهم ويدلسوا عليهم، يقول لك الناس زي الناس داعش. ليه؟ لأنه الزول الجبيل الخارجي ذاك لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن النوعية دي لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يقول لك بس دير يا هما الجامع ده ذاته. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا جاء في الوصف بتاع الرجل ده في الحديث انه كان كث اللحية مقصر الإزار، قال وكان يعني عنده علامة من كثرة الصلاة. طيب يقول لك شايف الناس دي برضو مقصرين وعاملين لحية وكده. طيب سؤال، الصلاة كيف؟ الصلاة مشروعة ولا ما مشروعة؟ مشروعة. واللحية مشروعة، وتكسير الإزار مشروع. والمشابهة في الشكل لا تعني المشابهة في شنو؟ ها؟ في العقيدة الخميني ده ما برضو مقصر وما في لحية. الخميني اللي بيكفر الصحابة زول المجرم الكافر، عرفته؟ يا أخي الشيعة ديل وصلوا ضلال بيتبركوا بسروال والله يكرمه والعياذ بالله، ويتبركوا بمرحاضه الله يكرمكم، والغرفة اللي كان راقد فيها عيان لغاية ما هلك. فشاهد من الكلام الحديث جاب بمناسبته. طيب نرجع يا أخواننا سريعا للحديث. من الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بتوحيد الله عز وجل أنه المستحق للعبادة. ما دام ربنا خلق لنا هذه السماء والأرض وخلق الناس والبشر والجن والإنس ويطعم ويشفي ويسقي وهكذا ويخفض ويرزق وهكذا، ربنا مستحق للعبادة، ربنا مستحق للعبادة. عشان كده ربنا قال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. ربنا قال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلق بغنماية ولا شجرة، خلق واحد من الأولياء ما في. طيب ليه يعبدوا مع الله؟ ما بيستحق العبادة، ضعيف فقير. طيب ده النوع الرابع يا أخواننا من شنو؟ من أنواع التوحيد وبقية أركان الإيمان. فربنا سبحانه وتعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وده برضو يا أخواننا فيه فائدة، إنه الإنسان إذا وحد الله سبحانه وتعالى والتوحيد أجر عظيم وكذا، لابد مع ذلك إنه يعمل الصالحات. كمان أنت ما تقول أيوة التوحيد ده ربنا بيغفر ليه الذنوب كلها، وقالوا الشرك أكبر من الغنى، معناته نسمع الغنى، هل ده معناته كده؟ ما معناته، ده معناه إنك تتمسك بالتوحيد. قال وعملوا الصالحات، الصالحات كثيرة، من أعظم الصالحات التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأداء الفرائض خاصة الصلوات والأذكار وبر الوالدين وغيرها من الأمور دي كلها يا أخواننا من شنو؟ من الصالحات. ده إنسان بقى مؤمن ومسلم وعمل الصالحات. انت اذا عرفتها وعملتها المرحله البعديه شنو؟ تبلغ. ربنا قال وتواصوا بالحق، يعني اي واحد بيوصي الثاني بالحق، واعظم الحق هو افراد الله بالعباده وبما يستحقه سبحانه وتعالى. وده يا اخواننا فيه اذى كثير، وده واجب الناس اليوم. لنا يا اخواننا دعاة الشرك كتار، ما بتمشي محله الا بتلقى فيها دعاة الشرك، وبقى عندهم قنوات في الغناء يقول لك الشيخ بيطير بعنقريبه، قالوا له ورينا كرامه، قال قاعد في العنقريب طار فوق وثاني جراجع، قال في طبقات الشعراني، قال ربما دخلت مره على الشيخ فرايته اسدا ثم أدخل عليه مرة فأجده تمساح، ثم أدخل عليه مرة فأجده شابا، ثم أدخل عليه مرة فأجده شيخا. عرفته؟ فضلال كثير يا أخوان، ضلال. يقول لهم شيخنا بيقول للشيء كن فيكون، بقى مع الله سبحانه وتعالى إله. وإنت إذا سألت المشركين، وموجود برضو في الكتاب ده بتاع الكتاب ده أنا اشتريته من أم درمان من شرق المكتبات بتاعت شرق الجامعة الكبير، عنده رقم إيداع
والزول النشر ذاته اهتم بيه، عنده التلفون بتاعه كاتبه هنا، زول معروف جدا، كتاب اسمه ديوان القصيد الجزء الأول تأليف العارف بالله الشيخ محمد وضرح. ونحن ما دارنا ما قلنا إن على أبوه ولا كده، ولو نحن بنقول كده ذاته ما في صوفي بيرد علينا، ولا في زول كان عرف الدعوة، وإنا بنقول الزول ده قال كده يا أخواننا وكلامه باطل وضلال. الكتب دي بينشروها، كتب فيها كلام غريب، فيها الكتب إنه الشيخ قال لي الله دخلني النار، قال لي ليه؟ قال لي عشان الدردك فيها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الدردك فيها فتصير حشيشا أخضر، عرفتها؟ دار الدردك قال في النار، عرفتها؟ وضلال كثير جدا يا أخوان، إنه الأولياء بيطيروا في الهواء ويمشوا على ظهر الماء، وإنه الأولياء يعني متملكين الكون، وإنه لو أنت مسكت في الأولياء كويس بعدين بيجوا يجاوبوا لك، لما يسألوك الملائكة كله قاعد. حتى في كتاب اسمه أزاهير الرياض تاع الطريقة السمانية في طابة هنا، قال من كرامة الشيخ عبد الله بعلوي إنه ما له حوار، فمشى قال فجلس عند قبره ساعة، قال فتغير وجه الشيخ ثم صار يضحك. أنا بنقول لك كلامه ذاته صفحة 134 135، قال لما اتغير وشه تاني بقى يضحك، الناس اللي معه قالوا له الحاصل شنو؟ قال إن مريدنا لما سأله الملكان فقالا له، ركز معي هنا، لما سأله الملكان يعني في القبر فقالا له من ربك؟ قال ربي الشيخ عبد الله بعلوي. قال فنظر الملكان بعضهما إلى بعض، منكر عايل لنا كده يا أخوانا، الملائكة بتعايل لبعض؟ أنت لو قلت كلام زي ده طوالي شنو؟ أنت هالك. ولذلك قال فأعاد عليه تاني سأله، قال فقال ربي الشيخ عبد الله بعلوي فقال له مرحبا بك وبشيخك. أخوانا الكلام ده دين، دي العقيدة كده. ربنا قال عن الملائكة ها شنو؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب المسك روح الشيخ ذاته منه؟ ربنا قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ربنا قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والله يا أخواننا كلامنا ده الناس بيتعباه، لكن أزول لما يجي عند الموت بيجرس، ربنا نقل الجرس تحت الناس ديل البناد الأولياء ويمسكوا فيهم وما دارين يسمعوا القرآن. ربنا ذكر كلامهم في سورة الأعراف، ربنا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي من العذاب. ربنا قال حعذبهم، ها ربنا وراك مشهد من مشاهد العذاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. الآية دي معناها شنو؟ ها أيوة دمع. ولا أنا غيرت الآية؟ مش معناها كده؟ وين الزول اللي كنت بتناديه عشان ينصرك؟ لأنه ربنا قال واتخذوا من دوني من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فما بتستطيع ولا يستطيع أن ينصرك ولا يستطيع أن يغيثك، إنما المغيث هو الله سبحانه وتعالى. وإنت لو قريت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كل تعليق للناس بالله عز وجل. فالشاهد من الكلام يا أخواننا إنه هذه الدعوة تحتاج إلى أن نبلغها وأن نوصي بها الناس، لأنه ناس كثير غشوم. في واحد من أخواننا حكى لي نفرين خلينا منهم، قال مشى يبيع الصورة بتاعت الشيخ في الحولية بتاعته، وداك صاحبه أخوه مشى يبيع فواكه واشترى له صور ب 200 أو 2000 جنيه 2 مليون، داك جا راجع بربع 5 مليون، وده جاب عليه صورتين بس. يا ناس ربنا قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، ما بيحددك، لكن ربنا عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض، إذا قال للأمر وللشيء كن إنه يكون. وأن هذه الدعوة تحتاج إلى بلاغ، الرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. عرفت آية واحدة، عرفت معناها،
تبلغ للناس وتبين لهم الأدلة وتبين لهم العقائد المنحرفة، ويكون هذا ديدنك كما هو شأن الأنبياء أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. قال وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، لأنه أنت إذا دعيت إلى الله سبحانه وتعالى، لو جيت في المسجد وكلمت الناس عن الوضوء، كلمت الناس عن الطهارة، دي أمور من الدين ومهمة، لكن ما أفضل بعرضك. لو مشيت لأوباما قلت له امشي يتوضى، طوالي بيجي يتوضى لك يا سلام، الموية الباردة دي سمحة، عرفتها، والطهارة سمحة. لكن لو قلت له يا أوباما ما تنادي عيسى ابن مريم، مع إنه صالح ما تناديه، وعيسى ابن مريم ما عنده حاجة مع الله سبحانه وتعالى، طوالي أوباما بيزعل، ممكن يحرك لك جيوش عشان تضربك أنت. ليه؟ لأنك بلغت له التوحيد. عشان كده لقمان أوصى ابنه فقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أهو بعدها شنو؟ واصبر على ما صار. لأنه لو نهيت أي زول عن مشكلة واقع فيها يقول لك يا زول أنت مالك ومالي، وكل شاتة معلقة في عصبته، يا زول ده في السلخانة هناك، ده ما في الدين. في السلخانة ممكن معلقة من عصبته، ممكن يعملوها فرو يسلخوها تحت، لكن في الدين النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، عرفتها. وتصبر على هذا الأذى، عشان كده ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ربنا قال فإن استطع، قال وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون. الزول قلبه نظيف وأصلا داير الجنة وداير طريق الله، ربنا بيهديه. أما زول المرضان في قلبه مرض، ربنا سبحانه وتعالى يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذه كلمة مختصرة، إن شاء الله نفتح سؤال سؤالين، إذا كان في أزيلة وإذا ما كان في أزيلة نختم. آية أفتح أول حاجة يا أخوان. أيوة رب، أيوة يا أخوان، نشيد العلم ده والدراسة المختلطة أصلا ما بتجوز، حرام. ونشيد العلم ذاته فوقه إشكال، يا بني السودان هذا رمزكم يحمل العبء ويحمي أرضكم. اللي بيحمل الأرض، الأرض منه؟ يا ربنا سبحانه وتعالى. فما بيجوز ذاته تقوله أصلا، عرفتها. أيوة أيوة، رفع الصوت. ربنا قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة بجوز لها ترفع صوتها في حال أحوال، إذا دعت ضرورة أو حاجة، حاجة إذا كان بتسأل عن علم أو كذا، أو إذا كان ضرورة جاء حرام يتلب عليها، أو زول داير يعني يريد على نفسها من الأذى والزنا، فبجوز لها أنها ترفع صوتها. أما بالكلام المكسر والملين ما بجوز لها أصلا، بل هو الواجب على النساء أن يحتجبن وأن يلزمن البيوت، زي ما ربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرين الأول، لما نزلت هذه الآية شققن مروطهن فاعتجرن بها فخرجن إلى صلاة الفجر كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرفن من الغلس. وعائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت فلما جاء صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قالت وكان يراني قبل الحجاب، قالت فخمرت وجهي بجلبابي، قالت وكان يراني قبل شنو؟ قبل شنو؟ قبل الحجاب. يعني بعد الحجاب في شنو؟ إنه ما بجوز للمرأة تكشف شنو؟ وشها، فما بيجوز الكلام. بيقول التفسير الصحيح لقول الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ما أذكره والله، الله أعلم.
تقول شنو؟ طيب هو أحمد منتصر طبعا أول حاجة زول جاهل أجهل من حمار أبيه. زول ده أنا بعرفه، أنا عندي محاضراته كلها في الموبايل وحضرتها كلها، ما بيعرف يقرأ لغة عربية ولا بيعرف يقرأ قرآن ولا بيعرف يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا في 10 دقائق مطلع له أكثر من 3 أو 4 غلط، عرفتها؟ فهو إنسان جاهل. ومحمد المنتصر من علامات الساعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال: إذا وسد الأمر، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأمر الدين ليس إلى محمد المنتصر، بيقول الشيخ بينفع ويضر، ولو اعتقدت في الحجر ده إنه بينفع ويضر قال بينفعك كويس. عشان كده سلفه في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية لما جوا التتار المجرمين كان بيقولوا: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. أبي عمر ده قديم مش بتاعكم، ده واحد قديم قال. فكان التتري يقول للمسلم البنادي القبور دي يقول له: كده أقعد، خلينا أجيب حجر نطقك به نقتلك، وذاك مسكين راجي قاعد لأنه ما عنده عقيدة، عرفتها؟ أغيته خربان. عشان كده ربنا قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعبة بما أشركوا بالله. طيب الشبهة هي جاية في أبو لهب، وعنده مولاد اسمها ثويبة، وهذه الرواية رواية مرسلة. مرسلة يعني التابعي اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة وأزيد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. يعني التابع لما يقول الرسول قال ده يعتبر حديث مرسل وضعيف. ليه؟ لأنه ما لقى الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفتها؟ فهذه الرواية رواية مرسلة فهي ضعيفة، عرفتها؟ والذي ورد أنه يخفف عنه العذاب هو أبو طالب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومش بمرقوا من النار، بمرقوا لضحضاح. يعني شنو؟ يعني مقدمة النار مش أسفل النار، مقدمة النار. فيوضع له نعل له شراكان يغلي منهما دماغه. ليه؟ لأنه مات كافر، عرفته؟ أما أبو لهب ربنا قال: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وده قال يمرقوا منا، أهانا صدق منه؟ نصدق القرآن ولا نصدق محمد المنتصر؟ القرآن. أيوة السلام. أيوة أخوانا، زول ما يرضى، لأنه ربنا سبحانه وتعالى بعد بيّن حقوق الوالدين وإنه حقوقهم عظيمة وإنه تطيعهم، بعد ذاك ربنا قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لو بقى أبوك قال لك: شيل البخرة دي تبخر بها، أو المحاية أشربها، أو علق لك حجاب، أو طوف بالبني، أو كده، أو شيل من الحفير، ما تطيعه وأنت لست بعاص. الدليل شنو؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. يعني حاجة أبوك قال لك مثلا، قال لك كنسة دي كلها كنسة شاقة عليك أعملها، لكن يقول لك بخرة بس شيلها واجدعها كده في النار وتبخر بها، ما تطيعه. ولا تكون أنت عاص ولا عاق للوالدين أصلا، عرفتها؟ فده الجواب للناس. فما بجوز يا أخواننا إنه الإنسان يطيع والدينه أو خاله أو غيره أو غيره، وما يعتبر عاق لوالدين. وإن زموك الناس بيقول لك: شوف ده ما بيسمع كلام جده، ما لقول لا أنا بسمعك، لكن في شنو؟ في طاعة الله. الطاعة المطلقة دي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده الإمام مالك قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تاني أي زول كلامه تشوفه لو موافق الدليل تأخذ به، لو مخالف الأدلة ترد عليه.
طيب هل الحلف ده النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه ولا ما تكلم؟ يتكلم. قال شنو؟ أيوة جزاك الله خير. من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. طيب سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولا ما كفر؟ كفر. طيب يا أخوانا أنا لو قلت كده إنه أنا أسب الرسول صلى الله عليه وسلم وجوا بقلبي أنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبطعن عين أي زول، مقبول؟ ما مقبول. فربنا سماه شرك. المشركين كانوا بيقولوا أن إحنا وسخانين والأولياء ديل بيقربونا لله، فبنتوسل بهم لله. هم ما عندهم حاجة، مش زي الليلة بقول لك بينفع ويضر، لا وقال لك هو ما عنده حاجة أصلا، لكن مع ده كله هو بوصلنا لله. ربنا قال ده شرك ولو كان عقيدتك إنه هو ما بينفع ويضر. فالحجاب وغيره ودي شبهات بفكها برضو محمد المنتصر، يقول لك دعاء غير الله ألف وبا. ألف إذا كان لا يعتقد أنه هو النافع والضار. طيب إذا أنت ما معتقد أنه النافع والضار بتدعو ليه؟ مش دي بلادة؟ ها؟ اتخيل أنا بسأل لي زول ما عنده قروش كويس؟ أو ما عنده حاجة وعارفه ما عنده كويس. مثلا عمنا حكيم ده معروف شغله في الطب، أجي أقول له عمنا حكيم بالله عليك الله أرفع عليه 11 شوال سكر، مش أنا بليد؟ لو أنا لومته مش أنا بليد؟ عشان كده يا أخواننا ما عنده حاجة. لو أنت قلت ألف وبا أنا بناديه لكن ما بعتقد، أو بعلق الحجاب لكن ما بعتقد أنه بينفع، أنت كذاب وجاهل. لأنه لو ما اعتقدت أنه بينفع ما شنو؟ ما بتناديه مع الله سبحانه وتعالى. وأما إذا اعتقدت فهذا زيادة في شنو؟ في الكفر والشرك. كويس. طيب الشرك وشنو؟ دي أول مسألة تثبتها معه. الشرك ده شنو؟ الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. لو أنا قلت أحمد ده بيخلق مع الله، والخلق حق منه؟ حق الله. ربنا قال ألا له الخلق والأمر، فأنا بكون شنو؟ بكون كافر ومشرك. العبادة حقت منه؟ حقت الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. صورة المؤمنون. إذا أنا دعيت غير الله سبحانه وتعالى فأنا أديت حق الله أديته للمخلوق، فأنا وقعت في الكفر والشرك. لو أنا قلت دارقع أو لو قلت ما دارقع، عرفتها؟ دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، منهم ناس كان بيعبدوا أحجار صح، منهم ناس كان بيعبدوا شجر صح، منهم ناس كان بيعبدوا النار والشمس وهكذا، لكن منهم كان بيعبدوا أنبياء وملائكة، منهم كان بيعبدوا الجن، ده كله كان بيعبدوا. ربنا قال مش الموضوع التعبدت منه، يعني ما يقول لك دار تساوي الشجر بالولي، لا ما دار تساوي الشجر بالولي، لكن انت ما دام عبدت الولي او عبدت الشيخ او عبدت الحجر او عبدت الغنماية او الجقر، كل واحد ليه؟ لانه حق الله اديته لغير الله. طيب لو انا شلت قروشك بمفهوم بسيط، قروشك دي قمت اديتها لزول تاني، تقول لي يا اخي الزول ده ما مش انت بتعرفه هاي؟ طيب ما ادينا عليهم ما في حاجه يا زول، دي قروشي انا، تديها لزول ده كيف؟ يقول لك لا، يعني زول داك ما كويس يعني؟ لا هو كويس، لكن القروش حقتي أنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد شنو؟ ده حق منه؟ ده حق الله. عشان كده ربنا قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ده الحديث. ربنا قال في سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي شنو بحق. يبقى الناس لو فهمت الآية دي المشكلة دي كلها بتتحل. العبادة حقت الناس ذيل ولا حقت الله؟ حقت الله، بس اديها لله. كلام ده كعب ما كعب، كلام واضح جدا، عرفتها؟ فالزول اللي بيفعل أفعال المشركين في صنم في ولي في صالح في جن في ملك، هذا تنزل فيه آيات المشركين، وربنا ما علق بإن يعني شجر أو حجر أو كذا، وإنما علق بشنو؟
بانها عباده حقت الله ادوها لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم او عمر بن الخطاب جل الحجر الاسود في حديث البخاري قال والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ده فيه دليل على انه شنو؟ على ان اخواننا من فعل امرا من الامور وهي من خصائص الله فصرفها لغير الله ان هذا هو الشرك الاكبر. وربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به. طيب ايوه يا اخوانا لما نجي نقول الدعاء غير الله كفر، دعاء غير الله كفر، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا ما كفر؟ سب الاسلام كفر ولا ما كفر؟ طيب لما عذب عمار بن ياسر رضي الله عنه اجابهم الى كلمه الكفر ولا ما اجابوا؟ بلسان. هل هو كافر؟ زول بيقدر يقول كافر؟ ما بيقدر يقول. يبقى اخواننا الزول اللي بيقع في الكفر ها والشرك بالله سبحانه وتعالى احنا ما بنكفره لكن بنقول فعله ده كفر، فعله كفر، لكن هو عشان نقول كافر يكون زول مسكين، يكون زول عنده شبهات، يكون غشوه، يكون زول جاهل، عرفتها؟ عشان كده كثير من الناس يقول لك والله نحن لما سمعنا الكلام ده اول مره نسمعه، اول مره، عرفتها؟ فده يعذر بشنو يا اخواننا؟ بالجهل، ما يكفر. لكن ده مش معناه انه ما نتكلم، لا بنتكلم وبنقول كفر وشرك، لكن ما بنقول فلان ودعلان ده كفر، ده كافر. لكن بنقول دعاء غير الله كفر وتعليق الحجبات و الى اخره، دي كلها من امور الكفر والجاهليه. طيب انت لو مسكت صورة التوبة براه بتلقى صورة التوبة كلها كلام في الناس، كلها كلام في الناس. ربنا قال ومن الناس في صورة التوبة ومنهم من يقول، ومنهم من يقول، جزاك الله خير. ومن الناس جاءت في صورة البقرة، ربنا قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. يقول لك والله الله عالم في قلبي وهو ألد الخصام، ده من الناس. ربنا قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فبالخير تتكلم فيه وبالشر تتكلم فيه. الليلة لو في زول داري عرس بيتك وبتعبنقه، عرفتها؟ انت بتمشي تزعل منه ولا ما بتزعل؟ تزعل منه. ليه؟ لأنه في حاجة خلتك تتكلم فيه. في زول جاء شال بقر ودقش زراعتك، تمشي للقاضي تقول له والله دار ارفع قضيه زراعتي دي انتهت. انتهت ليه؟ في زول جا طلع فيها ببقره، الزول ده منه؟ حتيجي تقول لا والله انا ما بوريك يا القاضي، دي غيبه ولا بتوريهم؟ ممكن تجره من اضانه ذاته، هاك يا القاضي هذا لي خدته لي قدامه. فالدين اولى يا اخوان، الدين اولى. فادله كثيره، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حديث عائشه رضي الله عنها، واحد استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم، دار يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس اخو العشير. زول ده شر. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له والكلام، فلما خرج قالت عائشه يا رسول الله لما دخل قلت ما قلت، لما استاذن قلت ما قلت، فلما دخل ألنت له الكلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه متى عهدتني فحاشا، ان شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه او قال شره. طيب هل الزول ده كان قاعد لما الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه؟ ها؟ ما كان قاعد. طيب هل نقول النبي عليه الصلاه والسلام بيغتاب الناس؟ ما بنقول، وانما نقول شنو؟ بينصح الناس. دي يا اخواننا ادله من الكتاب والسنه، والكلام ده ما حقنا، في ناس بيعتبروا انه ده الكلام حقنا. الكلام ده بتلقاه حق العلماء الكبار من السلف الاوائل، من الصحابة والتابعين وأتباعهم، بل في كتب كاملة في الناس. كتاب تلقاه كم مجلد؟ 5 مجلدات، 7 مجلدات، 10 مجلدات، المجلد تلقى فوقه 50 صفحة، يعني دي براكم أو تلقى فيه 500، آلاف من الصفحات كلها ناس. يقول لك الثلجي مبتدع ضال زنديق،
ده واحد اسمه الثلجي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالعلماء تكلموا في ناس ليه لكن ما للهوى وإنما من أجل مصلحة الدين والإسلام. آخر سؤال يا أخوان. أيوة أذكر محاسن موتاكم. طيب أذكر محاسن موتاكم الحديث كما قال ابن كثير حديث ضعيف، ما قلنا نحن، قالوا العلماء، ده نمرة واحد. طيب يا أخوان نزول أكل الناس الكسرة وبنى لهم بيوت وعرس لهم وحفظ الناس القرآن، لكن بنادي غير الله، هل عمله ده صالح؟ ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصالحين عليه الصلاة والسلام، هل النبي صلى الله عليه وسلم أكل الناس ولا ما أكلوا؟ عدل بين الناس ولا ما عدل؟ أصلح بين الناس ولا ما أصلح؟ دعاهم إلى الهدى ولا ما دعاهم؟ أنقذ الله به أناسا إلى الجنة ولا ما هدى؟ أنقذ بهم. طيب ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى أخواننا الأعمال الصالحة مع الشرك بالله سبحانه وتعالى زي تعليق التمايم، إنه تعتقد الأولياء بينفعوك ويضروك وبيدوك الجنة وتشيل التراب بتاع القبة وكده، ده أخواننا بيحبط لك جميع أعمالك بكلام الله، لا كلامنا ولا حاجة. ربنا ذكر 18 نبي في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالناس يا أخواننا تبعد، والزول الصالح هو اللي بيخاف على نفسه من الشرك. يتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين ولا ما إمام الموحدين، كان يقول في مسند الإمام أحمد اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. إذا كان ده الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بينا نحن؟ فكيف بزول اللي بيتمردق بيخاف له من موية أو أنوار مولعة عليها في بنية؟ ده كله يا أخوانا شنو؟ ما يجوز، وهذا كله من الضلال. ها الجيل ده ندي ولا شايفه مصير على سوء؟ هاي تفضل. طيب قال السؤال كده، وطبعا يا اخواننا اذا الانسان سئل سؤال وعنده علم ما بيجوز له يكتب. السؤال بيقول انه زول كاتب استاذ بينقل قال قال واحد كاتب لا اله الا الله محمد رسول الله الامام المهدي خليفه رسول الله. طيب انت بعد ده شوف الكلام ده وعرضه على الكتاب والسنه، اول حاجه ده فيه تزكيه، تزكيه، وربنا قال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. ما تزكي نفسك، مش كمان كده تقوم ترفع فوق، ها ترفع فوق وتقول انا ولي وانا الخليفه، وده كله يا اخواننا كلام باطل. يا اخ عمر بن الخطاب ما قالوا له خليفه رسول الله، الخلف النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ هو بكر الصديق رضي الله عنه، عرفتها؟ ده نمره واحد. نمره اثنين هو عنده عقائد باطله، من هذه العقائد يعتقد انه هو المهدي المنتظر. طيب عيسى الان المهدي مات ولا ما مات؟ مات. هل عيسى عليه السلام نزل؟ ما في، الا يكون عيسى بتاع العزبه في بحر عندنا هناك. واحد قال انا عيسى ابن مريم، امك اسمها منو؟ قال اسمها بخيتة ولا علاوية. يا زول الله يهديك، عرفتها؟ وفي واحد يتخرج من صيدله في كرواتيا ولا وين؟ في ابو ادم، قال هو المهدي المنتظر وهو الدابه. انا اتكلم مع دابه، عرفتها؟ فده كله اخواننا من الضلال. المهدي عليه السلام لا يموت حتى ينزل عيسى عليه السلام، عرفتها؟ وهذه نفس عقيدة الشيعة، هذه عقيدة باطلة. الإنسان يا أخواننا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك التفرق كثير، لا تباري فلان ولا علان، عندك القرآن والسنة بفهم الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو، والصحابة فهموا الحديث كيف، تطبقوا انت ان شاء الله من الناجين. وليه انا باباري الصحابة؟ لانه الصحابة سلكوا الطريق الصراط المستقيم ووصلوا.
يعني مثلا انا اكون ما عارف الشوارع وكده، اقول لهم يا اخواننا كده خلوني انا الف كده وبعد ذاك بصل ان شاء الله ما في مشكله. طيب يا اخ في زول ركب من هنا وعارف الشارع وديك باقرب شارع، شارع نظيف ما فيه دقداق وعربيتك ما بتتكسر وكده، اهانا باري ذاك ولا باري الثاني؟ ايوه باري زول العارف بشنو؟ بالشارع. والزول الركب الشارع وصل، الصحابه وصلوا الجنه ولا ما وصلوا؟ ربنا قال وكلا وعد الله الحسنى، ربنا قال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. نقف للحد ان شاء الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيك، السلام عليكم. المحاضره ان شاء الله بعد المغرب.